أنتم في أخبار الظهيرة من الرابعة، نبدأها من أبرز العناوين. نحو 216 ألف ناخب يحق لهم المشاركة، غدا بدء التصويت الخاص في انتخابات الأقليم. وسط تعقيدات في التوافق السني، الإطار التنسيقي يرجح حسم رئاسة البرلمان منتصف الأسبوع المقبل. محذرة من محاولات مشبوهة يقودها مندسون، رئاسة الجمهورية تنفي تصديقها على مراسم أعدام بالجملة. بكمائن للمقاومة، الكيان الصهيوني يقر بوقوع قتلى في صفوفه، وشباكات من مسافة صفر عند الحدود اللبنانية. أهلا بكم. غدا ينطلق التصويت الخاص لانتخابات برلمان أقليم كردستان العراق، إذ يحق لنحو 216 ألف ناخب المشاركة في عملية التصويت. الناطق الرسمي باسم لجنة انتخابات برلمان كردستان أيسر ياسين قال إن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لإجراء الانتخابات في التصويت الخاص والعام، مبينا أن عملية توزيع المواد والأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية في مراكز الاقتراع تنتهي اليوم استعدادا لإجراء العملية الانتخابية للتصويت الخاص يوم غد الجمعة، ومن ثم التصويت العام الأحد المقبل. وبشأن نتائج الانتخابات، أعلنت المفوضية أن الإعلان الأولي للنتائج سيكون خلال 24 ساعة. المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي قالت إن عملية الإعلان الجزئي تبدأ بعملية فنية خاصة وصولا إلى النتائج النهائية يعلنها مجلس المفوضين، وأشارت إلى أنه عند الانتهاء من الطعون يتم المصادقة على النتائج النهائية والإعلان عنها ونشرها في الموقع الرسمي للمفوضية ووسائل الأعلام. هذا وتوعدت اللجنة المركزية لانتخابات كردستان العراق الجهات التي تخرق الصمت الانتخابي بغرامات مالية وعقوبات جزائية. اللجنة أشارت إلى أن العقوبات تفرض بحسب نوع المخالفة التي يرتكبها الحزب أو المرشح. وبينما كشفت عن تسجيل 13 مخالفة خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت تلقي اللجنة شكاوى حول خروق للقانون الانتخابي بعد ساعات فقط من دخول الصمت الانتخابي حيز التنفيذ. قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن إجراءات مفوضية الانتخابات ستحد بشكل كبير من التزوير في انتخابات الأقليم. عبد الكريم خلال استضافته في نشرة سابقة أضاف أن الاتحاد الوطني مشارك في العملية السياسية الحالية، وكل الاتهامات لحكومة كردستان تشمله. إذا كان تزوير فأعتقد هم الأخوة في الاتحاد مشاركين بالحكومة وبالعمل السياسي منذ التغيير ومنذ إلى يومك هذا. إذا كان هناك فساد فهم مشاركين، إذا كان هناك تزوير فهم مشاركين، إذا كان نجاح فهم هم مشاركين. أنا أسمع حتى برنامج الانتخاب اللي يطرحه أنه يكون هناك تصحيح للمسار، أي مسار يصححها؟ إذا أنت مشارك وياي في كل مفاصل الحكومة، إن كان نائب رئيس وزراء، إن كان نائب رئيس
رئيس البرلمان، إن كان نائب رئيس الإقليم، إن كان وزراء مهمين البيشمركة والمالية وإلى آخره. إذن أي مسار اللي تتصححه وأنت موجود بداخل العملية السياسية. أما مسألة التزوير فأعتقد في هذه الانتخابات الإجراءات اللي اتخذتها المفوضية كانت إجراءات مهمة جدا حقيقة وصحيحة. لا طيب. نقول لأنه ما في انتخابات أي انتخابات طيب. في أي بلد ما تكون كاملة 100%، ولكن في هذه الإجراءات أعتقد ستكون هناك تحجيم لها عملية التزوير. أعلن مكتب السليمانية الانتخابي إتمام كافة الاستعدادات ليومي الاقتراع الخاص والعام، كما أشاد مراقبون بتلك الإجراءات. مكتب السليمانية الانتخابي أتم كافة استعداداته بتوزيع المواد الخاصة بمراكز الاقتراع ليوم الاقتراع إن شاء الله الخاص والعام المقررة إن شاء الله في 18 بالشهر القادم إن شاء الله. الإجراءات التي اتخذت المفوضية مفوضات الانتخابات كانت ممتازة جدا. الإعداد لهذه الانتخابات كان دقيق جدا، لا سيما هذه الانتخابات تجري بالاقتراع الإلكتروني والأجهزة الإلكترونية، وستتم مراقبة هذه الانتخابات من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. هذه المرة الانتخابات تسير بصورة جيدة، وهي تحت إشراف الحكومة العراقية بأجهزة حديثة ومراقبين دوليين حتى لا يحدث أي خلل في العملية الانتخابية. ونحن نتأمل أن يختار الناخب الكتل التي تستطيع أن تحقق طموحاتها من تقديم الخدمات وفرص العمل للشباب خاصة، وأن تحل جميع المشاكل الاقتصادية. نبحث في هذا الملف مع ضيفي من العاصمة بغداد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية والسياسية دكتور عباس الجبوري. أهلا بك معنا دكتور. يعني للمرة الأولى في تاريخ الأقليم تشرف الحكومة الاتحادية من خلال مفوضية الانتخابات على عملية الاقتراع هناك، برأيك هل ستنجح هذه العملية أم ستواجه ذات الحديث السابق عن وجود عملية تزوير دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية وتقدير لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. أكيد يعني اليوم العملية الانتخابية داخل إقليم كردستان هي جزء من العملية السياسية داخل البلد، وإشراف الحكومة هذا يعني أنه اليوم الحكومة المركزية تشترك بالإشراف على هذه الانتخابات، لأن التوازن داخل الإقليم وداخل الأحزاب الكردية قد ينعكس على بقية بقية العملية السياسية داخل العراق. أنا أعتقد اليوم حتى يتم تلافي الأحداث التي صدرت سابقا من عمليات تزوير أو اتهامات بالتزوير، هذه المرة سيكون هناك مراقبين، ستكون الحكومة المركزية موجودة أيضا، بنفس الوقت الأجهزة نفسها التي أجريت فيها الانتخابات مؤخرا ستكون موجودة. لذلك المشاركة الفعلية عندما يكون هناك دور للحكومة المركزية أعتقد هذه الخطوة تجعل من أن الإقليم يكون ضمن بودقة الحكومة الاتحادية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزور أو يعبث بالمقدرات الموجودة الانتخابية، وهذه خطوة أيضا تحتسب للحكومة المركزية وبنفس الوقت تحتسب للجهات الرقابية ومفوضية الانتخابات والجهات الرسمية. هناك كثير من المراقبين الدوليين الذين سيتواجدون في مراكز مختلفة على مستوى القصبات، على مستوى المحافظة، على مستوى الأقضية، وبالتالي ستخرج هذه الانتخابات إن سارت وفق ما مخطط لها بطريقة أخرى بعيدة عن التزوير، خاصة وأعلنت المفوضية أنها خلال 24 ساعة ممكن أن تخرج النتائج الأولية حتى يتضح معالم الكتل الفائزة. هنا سيكون أكيد التركيز على الكتل التي تقدم خدمات للشعب، الكتل التي والأحزاب التي لها تجربة طويلة في تقديم الخدمات. لكن دكتور عباس يعني لو سمحت لي، كما تعلم إن انتخابات الإقليم هذه تجري في أجواء متأزمة على مستوى الأحزاب الحاكمة في الأقليم، وأيضا الظروف التي تحيط بالأقليم الآن وعلى رأسها العلاقة ما بين أربيل وبغداد. يعني شوفي حضرتك الوضع اللي موجود بين، يعني إذا أريد نفصل هذا الموضوع، العلاقات بين الإقليم وبين الحكومة المركزية في هذه الفترة على أقل تقدير هي أفضل من الفترات السابقة. نعم أكو خلافات، أكو اختلافات، لكن هذه الاختلافات هي ربما تكون
سياسية وليس فنية. أنا سبق وأن تحدثت في أكثر من مرة وقلت لو كانت العلاقة بين الإقليم وبين الحكومة المركزية من خلال عمل فني، يعني لجان فنية من هذه الجهة وهذه الجهة، ممكن تلافي جميع الخلافات. لكن أعتقد الصراعات السياسية أحيانا تطغي على ذلك. اليوم نعم أكو اختلافات داخل الإقليم، أكو صراعات، لكن هذه الصراعات لا تصل إلى مستوى عرقلة الانتخابات. نعم. الجمهور الكردي واعي سوف يختار من يختار. الأحزاب اللي موجودة ضمن إقليم كردستان حتى وإن اختلفت فهي جميعها مشاركة في الحكومة المركزية، جميعها لديها مناصب، جميعها لديها أيضا نواب، لديها وزراء، لديها مدراء عامون منذ بدء العملية السياسية في عام 2003 ولحد الآن. فلذلك حتى وإن كانت لديها خلافات لكن أكيد سيكون هناك توازن سياسي انتخابي، وبالتالي ينعكس على النتائج. وعندما تكون هذه الحالة بالتأكيد سيكون هذا التوازن يكون قريب من حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبين الحكومة المركزية. كما تعلم دكتور عباس، يعني هذه القضايا العالقة ما بين أربيل وبغداد ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي في الإقليم. هذا الأمر هل سينعكس على نسب المشاركة في الانتخابات المرتقبة؟ يعني شوف المشكلة الآن هي اللي عالقة هي رواتب الموظفين. نعم. ودام أن ما تحدثوا عن 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 هذه الرواتب، والحكومة تعرفين حضرتك سعت إلى أن ترتبط الرواتب الإقليم بالحكومة المركزية وتوزع عن طريق وزارة المالية بشكل سلس وبشكل مهني، لكن حصلت بعض الأمور. أنا أعتقد اليوم ليس من حق أحد أن يمنع الموظف أن يأخذ راتب. يعني موظفي إقليم كردستان هم موظفين أسوة بموظفي العراق، من حقهم أن يأخذوا هذا الراتب. نعم. أنا أعتقد الخلافات السياسية داخل الإقليم أثرت بشكل سلبي على عملية توزيع الرواتب، وبالتالي تضرر من تضرر هو المواطن، المدرس، المعلم، العامل، حالة الاقتصادية. يعني فعلا في بعض مناطق إقليم كردستان الوضع الاقتصادي ليس جيدا بسبب عدم وجود رواتب. نعم. لأن تعرفين حضرتك اليوم حركة الاقتصاد تعتمد على السيولة المالية، إن كانت عدم وجود سيولة مالية أكيد لن يتحرك الاقتصاد. أنا أعتقد الابتعاد عن الانتخابات ربما يعقد المشهد، لكن لو جاء الناس وانتخبوا وحضروا واختاروا من اختاروا ربما اختياراتهم تؤدي إلى حل الأزمة بشكل نهائي، وبالتالي التوافق مع الحكومة المركزية لتلافي جميع الإشكالات بخصوص رواتب الإقليم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس الجبوري، رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجية والسياسية. استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، ترتب الأحزاب الناشئة صفوفها لتحقيق ما تصبو إليه. ما هي الاستعدادات والرؤى السياسية للمرحلة المقبلة؟ نتابعها مع فقار فاضل. تحضيرات مبكرة تجريها أحزاب ناشئة وأخرى تنحدر لقوى كلاسيكية كبيرة استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة. تحضيرات تراها مختلف الأوساط بأنها تكرار لتجارب سياسية سابقة حكمت البلاد منذ العام 2003. أنه الكتل هي تقليدية باقية ولا يوجد يعني فرصة يعني للمستقلين أو للشباب، أعتقد يعني الصراع هو قائم صح، لكن احنا نمني النفس أن تكون هناك فرصة يعني للمستقلين الحقيقيين وليس المستقلين الذين يأتون تحت غطاء حزبي لكتلة يعني كبيرة. وبشكل لافت تحتل الأحزاب والحركات الجديدة واجهات السوق السياسي التي تروج على أنها تحمل رؤى سياسية حديثة قياسا بنهج الكتل التقليدية المتصدرة للمشهد الحالي. الأحزاب السياسية كثيرة الآن وبحدود أكثر من 290 إلى 300 حزب سياسي موجود على الساحة. الأحزاب الصغيرة والأحزاب اللي هي غير معروفة لحد الآن إن شاء الله لها دور في المستقبل القريب. وهاي الأحزاب تعرف أنه الناس يعني كل حزب حتى لو كان كبير لديه سلبيات ولديه إيجابيات، وماكو واحد يقدر يقول لك أنه أنا ما أخدم، هي كل الشعارات أخدم، ولكن لما تجي الواقع والفعل هو نعم أكو خدمات بسيطة
وكلها يعني أحكي لك حقيقة أكثر هي دور المصالح. فكرهم السياسي أو أطروحاتهم مشاريعهم السياسية إحنا كشباب جاي نشوف أنه ما تتناسب ويا الوضع الحالي اللي جاي نعيشه إحنا كشباب. زين يعني مثلا إحنا جاي نشهد يعني على المستوى العالمي جاي نشاهد تطور على المستوى الرياضي على المستوى الاقتصادي على المستوى التكنولوجي، لذلك الأحزاب السابقة أو الأحزاب السلطوية أو الشخصيات الختيارية فكرهم أصبح كلاسيكي وفكرهم قديم ما يتناسب ويا المرحلة الحالية. ومع ذلك يبقى الشارع العراقي في حالة شك مستمرة إزاء مسمى الأحزاب السياسية التي اختلت سمعتها في ذهنية أغلب المواطنين خلال العقدين الأخيرين. من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة. في تطور سياسي جديد، رجح الإطار التنسيقي عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان منتصف الأسبوع المقبل. القيادي في الإطار علي الفتلاوي قال إن غالبية القوى السياسية داخل الإطار اتفقت بشكل مبدئي على دعم المرشح لرئاسة مجلس النواب محمود المشهداني، محملا القوى السنية مسؤولية عدم انتخاب رئيس البرلمان طيلة الأشهر الماضية نتيجة للخلافات والصراع فيما بينها، فيما أكد العزم على حسم هذا الملف بأسرع وقت. في الأثناء عقدت القوى السياسية السنية المتمثلة ب 55 نائبا اجتماعا لمناقشة العفو العام وملف منصب رئيس البرلمان. وقال مصدر مطلع للرابعة إن القوى المجتمعة بحثت أخير تطورات أزمة منصب رئيس مجلس النواب بحثا عن حلول تكسر جمود المواقف، كما شهد الاجتماع مناقشة قانون العفو العام والمعرقلات التي تحول دون إدراجه مجددا على جلسات المجلس بعد أن تمت قراءته مرتين داخل البيت التشريعي. أكدت كتلة العقد الوطني النيابية حاجة الكثير من القوانين والتشريعات إلى وجود رئيس للبرلمان بالأصالة. وذكرت النائبة عن الكتلة مهدية اللامي إن القوى السنية باتت مطالبة اليوم بحسم منصب الرئيس لإنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بهدف تنشيط عمل البرلمان بصورة أكبر، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون مرشح رئاسة البرلمان يحظى بمقبولية من جميع الأطراف وأولهم المكون السني. تتواصل أزمة رئاسة البرلمان دون التوصل إلى حل ينهي شغور المنصب. تداعيات عدم التوافق السني ووتيرة سير المفاوضات في هذا الصدد نقلها لنا أحمد ليث. لا جديد في حل أزمة رئاسة البرلمان بعد، فما جاء في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير قد نسف بتأكيد غالبية الأحزاب السنية باستثناء السيادة عن مقاطعتهم لأي جلسة انتخاب تحدد مستقبلا دون العودة إليهم ولمرشحهم. خلافات قد تبدو الآن وبعد قرابة العام من شغور هذا الاستحقاق أنها ستطول حتى نهاية الدورة النيابية الحالية. الإطار التنسيقي بين الحين والآخر يلقي الكرة في ملعب الآخر، هو يبعد عن نفسه الشبهة والاتهام بأنه هو من يسعى إلى عدم انتخاب رئيسا للبرلمان، وبالتالي هو يقول للجميع بأنني مستعد على التصويت لمن تتفقون عليه، لكن المشكلة اليوم تتمركز في البيت السني الذي لا يتفق لحد هذه اللحظة على شخصية محددة. قد تكون هناك يعني اتفاقات خلف الأبواب الموصدة بأنه يبقى هذا المنصب شاغرا لحين انتهاء الفترة البرلمانية باعتبار عمر البرلمان لم يبقى منه الكثير. الإطار التنسيقي وبتأكيده المستمر حول اعتراضه على فراغ كرسي رئاسة البرلمان ومخاطبته للكتل السنية بضرورة حسم المنصب، يحاول أن يبعد نفسه عن مسافة الاتهام التي وجهت إليه بأنه شريك كبير بتعطيل هذا الاستحقاق. يتحدث مراقبون
يعني اجتماع الإطار التنسيقي مؤخرا هو محطة من محطات التحذير للقوى السياسية المتخلفة عن انتخاب رئيس السلطة التشريعية، وبالتالي قد يكون هنالك خطط بديلة من الإطار، لأنه اليوم الإطار يرى نفسه أنه مقصر في هذه العملية. الذهاب إلى دعوات النظام تعديل النظام الداخلي هي مرفوضة من الإطار التنسيقي. المواقف السياسية المتضاربة التي توضحت أخيرا من الإطار التنسيقي والأحزاب السنية حول حسم منصب رئاسة البرلمان قد كشفت عن ديمومة الخلاف عند الجميع على هذا الاستحقاق من دون جديد في الاتفاقات. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. نفت رئاسة الجمهورية أنباء المصادقة بالجملة على أحكام الأعدام الصادرة بحق المحكومين بالجرائم الإرهابية. وفي بيان أشارت إلى أن رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الأعدام على الإرهابيين بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص. كما حذرت رئاسة الجمهورية في بيانها من محاولات مشبوهة يقودها بعض المندسين الذين تضررت مصالحهم بزوال النظام الدكتاتوري وهزيمة داعش الإرهابية. أعلنت وزارة الداخلية صدور أحكام قضائية شديدة بحق 10 إرهابيين تم القبض عليهم من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في نينوى. وفي بيان ذكرت الوزارة أن الأحكام صدرت بعد التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة الثابتة، إذ اعترفوا بانتمائهم لعصابة داعش وقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية عام 2014 وتنفيذهم عمليات قتل بحق منتسبي القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء. تظاهر العشرات من أصحاب المولدات في محافظة كربلاء المقدسة احتجاجا على عدم تجهيزهم بكمية الوقود التي تتناسب والمبالغ المالية المفروضة عليهم من حكومة المحافظة المحلية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة قبل تفاقمها والذهاب نحو الإطفاء العام. مواطن يؤدي خدمة يشتغل عند الدولة بأسعار مخفضة وخصوصا كربلاء، أبو بغداد ياخذ 25,000 وإحنا نحترم قرارات الدولة ب 9,000 دينار، وأنا شغل 14 ساعة غاز ماكو. أتحداهم إذا أكو شخصية بالدولة من رئيس وزراء إلى أدنى أحد يروح يسيطر على معامل الديزل، أنا أروح لأبو معمل الديزل غصبا علي أخذ ب 900,000 دينار مادة هي اساسا اسمها مخلفات غاز. يعني انا مطيني في 25 مطيني مال عادي، يقول لي شغل ذهبي، يجبرنا شغل ذهبي، خلي يزودني يعطيني غاز حتى شغل المواطن. المواطن ايش اقول له؟ المواطن ايش اقول له؟ انا ادخدم المواطن اليوم، انا ادخدم المواطن كهرباء ماكو، عجز بالكهرباء 16 ساعه جاي شغله بالمولده. زين انت ابو التنظيف ابو البلديه تركض وراي ليش هسه؟ وابو النزاهه تركض وراي، يعني كله تركض وراي، المحافظ ما جاي يشوف هذا؟ احنا جزعنا، وصلنا لمرحله بعد ما نقدر، انهارت المولدات طفت، طلعنا هنا حتى نقدم خدمه، نريد فد مطلب، يطلع علينا الشغب، تطلع علينا ضباط يجونا يدافعون بينا، احنا نريد نقدم خدمه، احنا مواطنين. اليوم احنا بدنا نشغل 14 ساعه و12 ساعه و15 ساعه و16 ساعه، منين نجيب غاز؟ لا غاز اكو، لا نفط اكو نخبط، لا ديزل معامل مسدوده، الديزل هسه يقول لك ب 850 وب 900 صار، الغاز الا بمليون، زين منين نجيب؟ جيريكانات، تعالوا شوفوا مولداتنا بجيريكانات ننقل. محمود عمي. محمود تعال هنا محمود. تحاول الجهة المعنية جاهدة تقليل وطأة انخفاض مناسيب دجلة والفرات. الحراك الحكومي بهذا الصدد وتجاوزات على الأنهر وثقها مصطفى علوش في هذا التقرير.
في طليعة الأثمان التي دفعتها البلاد لحرب المياه هي اضمحلال مناسيب نهري دجلة والفرات، ما دفع الحكومات المتعاقبة للحراك باتجاه سياسي وآخر باتجاه فني لإيجاد معالجات لأزمة المياه. وزارة الموارد المائية ومن خلال شركاتها العامة تعمل اليوم على مشاريع صيانة أكتاف نهر دجلة ضمن طريق السندباد لحماية مناسيب النهر من التجاوزات وتقليل الضائعات. مشروع التكسير الحجري للجانب الأيسر نهر دجلة بمحاذاة طريق السندباد، هذا المشروع تمت المباشرة به بتاريخ 20/5/2024، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيتم الإنجاز قبل 16/11/2024. نسبة الإنجاز حاليا تخطت 80%. يتمثل هذا المشروع بعدة فقرات، منها في البداية عملنا على كريت رسوبات النهرية واستبدال الطبقات الضعيفة والأنقاض وإبعادها خارج الموقع مع الدفن بالتراب النظيفة الناجح مختبرين. نسوي مشاريع التكسير الحجرية باستخدام طرق الري المقنن كالري بالرش، زين هذا تحافظ تسوي لك بيئة نظيفة، إضافة إلى تحافظ على اكتاف نهر دجلة من الانجراف والتآكل والنحر والترسيب. ولم تشهد ضفاف الأنهر بحسب مختصين أي عمليات تكسية حجرية منذ العام 2000 وحتى الآن، ما تسبب بهدر الكثير من الإطلاقات المائية دون الاستفادة منها وتجاوز عدد كبير على الحصص المائية. لذا تبرز الحاجة لمواصلة صيانة امتدادات أكتاف الأنهر والحفاظ على تدفق المياه. هذا المشروع يعتبر الأول بعد 2003، لأن التكسير الحجرية اللي نهر دجلة في بغداد بكرخور الرصافة تنفذت سنة 2000. من سنة 2000 حد الآن 2024 ما تنفذ أي مشروع إلا هذا المشروع مسافة كيلو والمتر، وإن شاء الله راح نعمم هذه الفكرة مستقبلا شمال وجنوب بغداد. أخذنا على عاتقنا تنفيذ حتى الفقرات اللي تتعلق بدوائر البلدية مثل المقرنص، مثل شبكات مياه الأمطار، مثل حتى التشجير، إن شاء الله راح نشجر. وفضلا عن ما تضفيه عمليات التكسية الحجرية لأكتاف الأنهار من معالم جمالية، يعمل على زيادة المساحات الخضراء التي تقلص الكثير منها بسبب عمليات التوسعة العمرانية لبعض شوارع العاصمة. وبحسب مؤشرات عالمية فإن تقلص المساحات الخضراء فاقم مشاكل البيئة في البلاد وساعد بارتفاع درجات الحرارة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. ختام نشرتنا، في عناية الله.